إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا
فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور صدق الله العظيم.
Maha benar Allah, lagi maha agung. Hadirin yang kami hormati, para penonton dan pendengar di seluruh penjuru Nusantara. Demikianlah tadi penampilan finalis Kori dengan nomor tampil 2. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin wal hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami mengundang finalis Koriah dengan nomor peserta TQ409 dipersilakan menuju mimbar tilawah. Koriah dengan nomor peserta TQ409 akan membacakan Al-Quran pada surah An-Nur dimulai dari ayat 30 dengan komposisi lagu Bayati, Hijaz, Sika, dan Ciharka. Penonton yang berbahagia, Koriah dengan nomor peserta TQ409 akan membacakan Al-Quran pada surah An-Nur dimulai dari ayat